السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. السلطة المحلية بحضرموت تفتتح مشروع تشغيل 12 بئرا للمياه بحقل الغيث للطاقة الشمسية. بين شحة الإمكانيات وتدفق المئات من المواطنين، جهود كبيرة لمصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية. قناة المكلا ترصد في تغطية خاصة تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق شب في الخور. أهلا بكم. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي في أبو ظبي سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات العربية المتحدة سيرجي ومسؤول الشؤون السياسية السيد ماكسيم، وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وأكد سبل التنسيق والتعاون المشترك بين روسيا الاتحادية والمجلس الانتقالي الجنوبي بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مشروع تشغيل 12 بئرا للمياه في حقل النقعة بالطاقة الشمسية بمديرية غيل بوزيرة، ويعمل المشروع على تخفيف 35% من أعباء مادة الديزل والكهرباء، وتعمل ألواح الطاقة الشمسية على تشغيل الآبار لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميا. وأكد المحافظ على أهمية المشروع الذي سيسهم في التخفيف من كلفة المحروقات والكهرباء ويقدم طاقة نظيفة للبيئة. وأعلن المحافظ عن توجه المحافظة لإقامة مشاريع تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى بدء تنفيذ هذه المشاريع في المديريات الصحراوية. قام محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فري سلمين البحسني بزيارة للحديقة العامة لمديرية غيل بوزيرة، واطلع المحافظ على مكونات الحديقة موجها مدير عام المديرية الدكتور عدنان حمران بإعداد دراسة متكاملة لتأهيل الحديقة وتشجيرها يجعلها متنفسا جميلا لأهالي المديرية والمناطق التابعة لها وتأهيل الطريق المؤدي إلى الحديقة. وفي مديرية الشحر رأس محافظ محافظة حضرموت اجتماعا بالسلطة المحلية وإدارة الميناء والجمارك والجودة والمقاييس والأمن وخفر السواحل، وأكد المحافظ على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعترض نشاط الميناء، ووجه باستئناف النشاط التجاري لميناء مطلع ديسمبر والذي يعد أحد المنافذ المهمة في المحافظة والذي أسهم في توفير فرص عمل لآلاف الشباب في مدينة الشحر وأسهم في تنمية المديرية والمديريات المجاورة لها. هذا وطاف المحافظ بميناء الشحر مطلعا على سير نشاط الميناء. كما تفقد محافظ حضرموت سير العمل في إنجاز المشروع الحيوي لكهرباء 40 ميقاوات بمديرية الشحر، واطلع المحافظ على العمل في المشروع الاستراتيجي الذي سيغذي مديرية الشحر والمناطق التابعة لها بالطاقة الكهربائية، مستمعا من المهندسين المختصين إلى سير العمل في تصنيع المولدات خارجيا وتجهيز القواعد والأعمال الإنشائية بالمحطة. وشدد المحافظ على إنجاز المشروع وتشغيل المحطة قبل صيف العام القادم. قام مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس عبد الله حمران ومدير عام محطات التوليد المهندس عبد الحكيم بوسبعة بزيارة تفقدية لكهرباء الشحر، وخلال الزيارة تفقدا سير العمل بالأقسام الإدارية والفنية لكهرباء فرع الشحر، وأطافا بالمحطة وقسم الكنترول والتحكم وقسم المخازن وغيرها من الأقسام التي تحتويها كهرباء الشحر، حثينا على بذل المزيد من الجهود من خلال تحسين الأداء وتسهيل معاملات المواطنين. ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون اجتماعا لقيادات العمل التربوي والتعليمي بمديريات المكلا والشحر وغيل بوزيرة، وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات التربوية والتعليمية والتدخلات النوعية والافتتاحات التي شهدتها المديريات مؤخرا. وشدد الوكيل عبدون على ضرورة الرفع بكشوفات المعلمات المتقدمات للتوجيه التربوي لتأنيثه ولأجل خوض اختبارات التقييم والمفاضلة في قادم الأيام، مؤكدا عن وصول عدد من العناوين للصف التاسع والثالث الثانوي من مطابع الكتاب المدرسي وقد تم توزيعها للإدارات المدرسية لتغطية النقص.
تبذل مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بساحل حضرموت جهودا كبيرة في خدمة استخراج البطائق والجوازات للمواطنين رغم شحة الإمكانيات وتدفق المئات من المراجعين. محسن بالبحيث رصد لنا التقرير التالي، نتابع. أن يكون مبنى مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بساحل حضرموت على هذا الشكل، فهذه بحد ذاتها تعد معضلة كبيرة، لكن جهود القائمين على هاتين المصلحتين واضحة للعيان. ضيق المكان وتدفق مئات المراجعين بشكل يومي زاد من وتيرة العمل، الأمر الذي جعل القائمين على المصلحتين يقدمون خدماتهم للمواطنين بصورة مباشرة وبدون كلل أو ملل، حتى لو اضطروا للجلوس في هذا المكان. نشكركم على حضوركم إلى إدارة الهجرة والجوازات المكلة، ونشكر تعاونكم وتعاون المواطنين. آلية العمل بفرع المصلحة في المكلة كالتالي: الأحد الرجال والاثنين النساء والثلاثاء رجال والأربعاء نساء، والخميس يكون زي اليوم هكذا عام استفسارات مشاكل الناس. الجوازات وبحسب القائمين عليها متوفرة لجميع المواطنين، فقط كل ما عليه هو الحضور للجوازات حسب البرنامج المعد وبدون أي واسطة هذه المرة. وأهم شيء في عملنا أنه حضور الشخص شخصيا المواطن يعامل نفسه من أي مكان من أي منطقة. ونشكركم على أن ما قدمته القيادة في السلطة المحلية بقيادة اللواء فريس سالمين البحسني أنه وفر الجوازات متوفر لأي مواطن وفي أي وقت بحسب النظام ما أشرنا إليه إن شاء الله. الأحوال المدنية هي الأخرى تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين بعد حصولها على عهدة جديدة، لكنها غير كافية حسب قول القائمين عليها. نحن الآن في إدارة الأحوال المدنية الحمد لله حصلنا على عهدة، رغم أن العهدة قليلة جدا ما تكفي بالحاجة الماسة للمواطنين، وخاصة في الفترة اللي توقف فيها يمكن أكثر من 4 سنوات الناس يعانون من عدم صرف خاصة البطاقة الآلية، إلا أن جاءت مجموعة من الاستمارات اللي يمكن تكفي 5% من الناس المحتاجين. تقدمت إلى إدارة جوازات الهجرة والحمد لله تمت إجراءاتي على أكمل وجه، حضرت الساعة 6 صباحا وتمت إجراءاتي بيسر وسهولة، واستلمت أوراقي كاملة حدود الساعة 12 كامل الإجراءات، وتم إعطائي موعد استلام جوازي خلال 5 أو 6 أيام. كثيرة هي المعوقات التي تقف أمام قيادة مصلحة الأحوال المدنية بساحل حضرموت، الأمر الذي يتطلب من السلطة المحلية وقيادة الأمن الاهتمام بهذا الجانب الحيوي. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن زيارة السفير الأمريكي للمكلا حملت الكثير من المعاني والرسائل المهمة وما شهدته حضرموت من نجاحات أمنية، موضحا أن أهم تلك المعاني والرسائل توضيح حجم الثقة التي حظيت بها حضرموت وقياداتها وقواتها، خصوصا بعد الدور الكبير الذي قامت به في دحر ومكافحة قوى الإرهاب من مناطق ساحل حضرموت. وأضاف الجابري أن هذه الثقة الدولية جاءت بعد تضحيات بذلها أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية بدعم من دول التحالف العربي أثمرت عن تثبيت الأمن والاستقرار في مديريات الساحل. رصد كاميرا قناة المكلا في تغطية خاصة حريق شبة في أحد جسور الخور بمدينة المكلا، حيث تمكن فريق الدفاع المدني التابع لأمن ساحل حضرموت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر. وأكد أحد المناوبين في الدفاع المدني أن الحريق حدث بسبب فعل فاعل، موضحا أن سيارة وطاقم الدفاع المدني تحركوا للموقع فور تلقيهم بلاغ من عمليات المحافظة عن وجود حريق في الجسر الرابط بين منطقتي باج عمان والغار الأحمر. وتشهد إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت تقدما ملحوظا بعد الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسهمت في إخماد العديد من الحرائق على مستوى مديريات الساحل إلى جانب تدخلاتها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
زار فريق فني من البرنامج السعودي للتنمية مديرية ثمود برفقة قائد فريق التحالف العربي بالخالدية، وطلع الفريق خلال الزيارة على محطة الكهرباء والمستشفى الريفي وأقسام المجمع التعليمي التربوي بثمود، مستمعين من مدراء المرافق إلى شرح موجز عن المرافق. وتأتي هذه الزيارة ضمن اطلاع البرنامج السعودي على مستوى الخدمات بالمناطق الصحراوية ودراسة ما يمكن للبرنامج التدخل فيه خلال الفترة القادمة. اختتمت دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع بمدينة المكلا المرحلة الأولى من برنامج قدراتي الذي يستهدف تطوير وتنمية قدرات المرأة، ويهدف البرنامج إلى إكسابهن المهارات والمعرفة في كيفية العمل الجماعي والاتصال والتواصل واتخاذ القرار الشخصي والإداري. وتلقينا المشاركات في الدورة الاتصال البالغ عددهن 16 مشاركة معلومات ومعارف عن الاتصال والتواصل ومكوناتهما الأساسية والمهارات العملية الاتصالية في الاستماع والحوار والتعامل مع الآخرين. وفي عدن شهدت العاصمة عدن حفل تخرج دفعة جديدة من قوات اللواء الرابع من النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية، حيث تلقت القوات تدريبات مكثفة صاعقة ومشاة ودورات حرب شوارع ومكافحة إرهاب خلال 70 يوم بقيادة المقدم وجدي باعوم قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية. وقالت مصادر أمنية أن هذه القوات تستعد لتنفيذ مهامها خلال الفترة القادمة. والآن مشاهدين الكرام نستعرض وإياكم أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السلطة المحلية بحضرموت تفتتح مشروع تشغيل 12 بئرا للمياه بحقل الغيث بالطاقة الشمسية. بين شحة الإمكانيات وتدفق المئات من المواطنين، جهود كبيرة لمصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية. قناة المكلا ترصد في تغطية خاصة تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق شبة في الخور. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.